اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. السؤال الثاني اللي جاني هو كيفاش تحيد الكسل في وقت الفروض، وهنجاوب عليه في هذا الفيديو. دونك كما ديما نتلاقى مور الاعلان. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها انقطاعات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. اوكي اختي شيماء، بالنسبه لهذا السؤال ديال كيفاش تحيد العجز، كاين واحد البلان خاصك ديريه، ما خصكش تشوفي من زاويه واحده، خاصك تشوفي في الموقف الاكثر ضررا اللي هو ما تجيبيش مزيان او لا تجيبيش نقطه خايبه، والموقف افضل يعني افضل موقف اللي هو انك تجيبي نقطه عاليه ولا زوينه. هاد جوج زوايا كتبيهم وحطيهم بجوج، سواء في ورقه سواء في يعني في شي كتاب ولا شي حاجه كتطلي عليها ديما، هادي غتحيد لك الكسل. علاش؟ لانك يكون عندك جوج حوافز، واحد ديال الخوف وواحد ديال الموتيفاسيون، وهاد الجوج هما اللي كيحركوا الانسان. يعني اي انسان في هذه الكره الارضيه كيحركوا جوج حوايج، يا اما الخوف يا اما الحب. هاد جوج حوافز علميا كافيين، يعني بلا ما تاخد بزاف ديال المعلومات اللي ما تنفعك في والو، هادو هما جوج حوافز اللي كينفعوا في اي يعني سيتياسيون في الحياه. يا اما كتخاف كتنوض تحرك، يا اما كتعجبك شي حاجه كتموتيفيك تتنوض تحرك. فالفورميلا اللي عطيتك هي انك تحطي اكفس موقف وافضل موقف وتبداي تشوفي فيهم، غادي يحركوك. هذه هي الجمله ديالي في هذا الكومونتير هذا. اللي بغى يحط الكومونتير ديالو لتحت نقدر نجاوب عليك، الا كان شي كومونتير زوين غنجاوب عليك في فيديو. ونتلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش تابوناو عندي فلاشين وتفولوو الانستغرام ديالي. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.